بصراحة لما أنا خدت وعد ما بيني وما بين نفسي إن خلاص إن أنا داخل موضوع النادي الأهلي، خلاص أنا ما بقتش أرد على حد، ما بقتش أكلم حد. ليه هاجموك وقالوا إن أنت اللي سبتهم؟ هما لازم يطلعوا يقولوا كده عشان ما فيش مبرر. رموز الزمالك لحد دلوقتي بيهاجموك لحد دلوقتي؟ بصي أنا دايماً ما ببصش والله للكلام ده، أنا طول ما أنا ناجح طول ما الناس هتفضل تتكلم عليا. أي حد بيتكلم عليا أعرف إن أنا ناجح. مين اللي كلمته وقلت له إنك عايز ترجع الزمالك وما اهتمش؟ وقتها كان في اسامي، يعني مش شخص واحد، في كذا حد، بس انا مش هينفع اذكر اسامي لان انا ما احبش اضر حد او ما احبش. كابتن حسام ميدو قال وقتها ان انت راجع الزمالك اصلا؟ كابتن حسام طبعا اخويا الكبير، هو كان في مكالمه بيني، بس هو كان مكلمني بس خلاص كان الموضوع اتقفل في النادي الاهلي، فخلاص انا كنت كان متاخر يعني. انا كنت واعد الناس، وانا زي ما قلت لك النادي الاهلي سيستم، فانا ما ينفعش اتعدى السيستم ده، ما ينفعش اتعدى السيستم خلاص. وطبعا شرف لاي حد ان هو يلعب في النادي الاهلي، هفضل اقولها من هنا لحد ما بطل كوره. كابتن محمد عبد الله اقسم على الهوى ان انتمائك ما زال زملكاوي وانك بتشجع الزمالك. هو الكابتن فعلا كان قاعد معايا، احنا كنا قاعدين بنتفرج على ماتش الزمالك، بس انا نزلت في الدقيقه 15 رايح، كان عندي جلسه ما اتفرجتش على بقيه الماتش. كل ماتش فيوتشر كل اللي حصل ما بيننا ان هو كان جاي يشوفني، جالي البيت كان جاي يشوفني واطمن عليا، وانا استاذنته قلت له بعد اذنك يا كابتن انا عندي دكتور فلازم انزل دلوقتي، وهو كان قاعد مع اخواتي في البيت. ده اللي حصل، نزلت في الدقيقه 15. طب انت عشت حياتك كلها بتحب الزمالك وبتشجع الزمالك والبيت عندك كلهم زملكاويه، اخواتك ووالدك كانوا زملكاويه؟ كانوا زملكاوية؟ احترفوا معاك؟ كانوا زملكاوية خلاص، البيت كله أهلاوي. أخوك لسه معلق صورتك بتيشيرت الزمالك في المحل بتاعه؟ محمد أخويا لسه معلقها زي ما هي؟ بس هو من جوايا أهلاوي. مش عارفة أصدقك. لا صدقيني، ما أكدبش في حاجة. الانتماء ولا الاحتراف يا إمام؟ وقتنا الحالي؟ في معتقداتك، أنت مؤمن إن الانتماء ولا الاحتراف؟ لا أكيد طبعًا الاحتراف ده بيبقى يعني اي حد بيبقى نفسه يحقق احسن حاجه في الدنيا، فالاحتراف ده بيجي زي ما بيقولوا بيجي مره كده. بس ان شاء الله طول ما انا عندي طموح ان شاء الله، انا متاكد بنسبه 100% ان شاء الله ان انا لو جالي الاحتراف اكيد النادي الاهلي، طبعا بعد ما اخد مع النادي الاهلي افريقيا باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله الناس يعني حتى لو في عرض ولا في اي حاجه اكون ماشي برضاهم، هم اهم حاجه. بس انت عندك بتبقي الاحتراف على الانتماء. ممكن. يعني ممكن ترجع للزمالك تلعب فيه تاني؟ تبقى صعبه شويه لان انا وعيلتك بقى يقوموا راجعين زملكاويه تاني. هقول لك ليه تبقى صعبه شويه؟ لان انا اتحطيت في مكاني دلوقتي مثلا اللي انا فيه، الناس بتحبني، يعني انا الحمد لله جمهور النادي الاهلي كله بيحبني، وانا ربنا يعلم حبي ليهم عامل ازاي. طب ما جمهور الزمالك كان بيحبك يا اكيد إيه؟ ماشي، انا ما قلتلكيش ان انا بكره جمهور الزمالك، جمهور الزمالك على عيني وعلى راسي طبعا، بس الاحتراف اهم اولى. الاحتراف ابقى أهم. لا بس دلوقتي انا مع النادي الاهلي ما بفكرش في اي حاجه غير في بطوله افريقيا، وان شاء الله العب كاس عالم باذن الله. هو اللي مع النادي الاهلي مش المفروض يفكر في اي حاجه برضو يا امام؟ يعني النادي الاهلي طول ما انت بتلعبي في النادي الاهلي فكري في اي حاجه، اي حاجه هتخيليها هتعمليها في النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي اي حاجه في النادي الاهلي هتعمليها.